إذاعة إيت راديو توب إيت 2021 أحسن الأغاني ديال 2021 نتوما صوتوا عليها في السيت www.itradio.ma. قهوة البنات قهوة البنات خلنا رضوان اش اخبارك حبيبي؟ اهلا تبارك الله عليك اخي مومو الحبيب، كيف انت؟ الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير، وانت صحه لاباس؟ الحمد لله الحمد لله، مالين الدار العائله بزاف الحمد لله، الله يبارك فيك اخي الله يبارك فيك. الاغنيه كلاس 26 في الكلاسمون، 26 في الكلاسمون قول البنات ديالك انت مع نعمان بعياشي ومع محمد رمضان، اغنيه زوينه اغنيه واعره. شكرا 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 الله يبارك فيك. غير دابا غادي نستغل الفرصه باش نفهم واحد الحاجه اللي ما فهمتهاش، اشرح لي الله يخليك الله يجزيك بالخير، اشرح لي المساله هذه. قول لي لابسين الحوايج في لابيسين في الكليب، اشرح لي. صراحة صراحة انا فيديو ما فهمت والو، ولكن الفكره ديال فيديو دايركتور هذاك اللي كان هو اللي مكلف عليه، هو اللي هذا ديريكتور، ماشي تفكيت مع الرياليزاتور ديال الفيديو مخرج، قعدنا نصوروا في وسط الماء باش يجي المنظر نصوركم وكتبان دبي موراكم بديك الديوان وديك الشيء هذا. قلت اوكي فهمتي، مشينا مع الفكره هكذا هي زعما صراحه، غير المنظر على البيسين زرقاء هنا لابسين اللباس ديالنا وكيبان مورانا ديك المنظر الجميل، واخا خليك غنستغلوا هذه الفكره هذه فمنها واخا انا تخيلت يقدر يكون قال لكم المهم خصكم تحيدوا، لقيتوا راسكم ما ترينيش مزيان، لقيتوا الفورمه ماشي هذيك من غير محمد رمضان. بصراحة لا لا في الليل لا والله، شوف حتى اللي كان قال لك لا ما كنت ما نعملهاش، انا ما عمري ما نعملها. ما ديرهاش انت ياك واخا يقول لي زول هذه ما نزلناهاش. اذا ولا هو الفكره الاولى قال لها تهبطوا باللباس ديالكم وهذه، قلت اللباس وهذه، قال لي لا باللباس يجي المنظر زوين وهذه، قلت له اوكي سيدي هادشي اللي كاين. هو كان طاحت على فكره كثار ما كذا، غير خليها على الله. اول قال لك اه والله شنو قال لك؟ شنو قال لك؟ خلي معكم البنات هذه وهذه وهذه وهذه. قلت له قلت له لا والو والو والو. قلت له قال لي لا نعملوا هذه، قلت له امبوسيبل امبوسيبل. قال لي لا ونعملوا والو. قال لي وصلنا نسمعوا الاغنيه محجبات ماشي قهوة البنات، ماشي قهوة البنات. قال لي محجبات، قلت له سميها اللي بغيتي محجبات، مهم ما كاينش هذيك الشيء. قلت له امبوسيبل. قال لي صافي اللي تشوفوا يابا. لما انت خدمتي مع محمد رمضان، محمد رضوان خدمتي مع محمد رمضان، لاحظتي لانه محمد رمضان عنده واحد الميزه، عنده واحد الامتياز عنده، هو انه في البيدجي ديال الكليبات ديالو البيدجي حوايج ما غاليش، ما كيتقامش عليه بزاف، حيت هو ديما عريان، حيت ديما الفوق عريان. البيدجي الحوايج ما كي صافا، ما كاينش مشكل، هانيه صاباس. لا صراحه شو السؤال ديالك شنو؟ اسمح لي ما كاين، هذا ماشي سؤال، هذا ملاحظه، هذه ماشي. لا ولكن البيتجي كان غالي اصاحبي. yeah. اه ديك الشيء كان غالي. اه والله غالي صراحه. الكليب واعر، القصه ديال الكليب زوينه. اللي عجبني هو انه نعمان بعياشي ومحمد رمضان في الاغنيه هما ما عندهمش العقل، وانت هو مول العقل. وهذه هي الفكره الاولى صراحه، كنا قلت لهم قلت لهم خليك صريح معاه، خليك جنتلمان، ديلك ديلك حنان ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. هاد الاغنية هذه، هاد البروجي هذا انت كنتي باغي ديرو، كيفاش داز؟ كيفاش تقاد؟ كيفاش قديتيه؟ لا في الاول شوف دابا رمضان مدة طويلة هو كيتصل بيا كيقول لي خصو زعما معاه وخصو العالمية. ايه واش تصل بيا صراحة، وقلت ان شاء الله النهار اللي غتجيب الفرصة نخدمو ان شاء الله مع بعضنا، تجيب الفرصة فهمتي، شي ماشي غير هكذا وصافي، كل شي حاجة مزيانة. كنت خدام مع نعمان، خدامين هذا وعملنا قهوة البنات، خرجت زوينة صراحة غلت الأول. وبديت كنفكر قلت هذه نعملوا لها الراب، انا هضرنا انا ونعمان قلنا شكون باش ندخلوا شي فيتشر، حتى انا ما كنتش داخل الأغنية صراحة. هي أغنية ديال نعمان. كان كنفكر واش هذا واش هذا واش هاد مامي واش هادي هادي، قلنا نعطيو له واحد الانجل جديد، واحد جهه جديده هي عنده الراب فيها هذا. كنا في رمضان بما انه هو كيتصل بيا وخصو يخدم معنا، قلت له هذه تجي مزيان واحد الانجل جديد. اه مزيان ندخلوا فيه رمضان. اتصلت به قلت له، قال لي كذا، قال لي انا ما جيت لدبي نسمع مي جا حمق، قال لي هذه لايك كريزي حمق على الاغنيه صراحه. طب وخذيها وديك الراب هذيك ديك خليك دي صريح معها، انا هذيك غير ديمو باش نوري له زعما شنو
انه هما كانوش الكلمات كانت غير تيك تيك تا هاتيك تنت تا 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 ولا ايه لا هاتيك اللي عملتها بالصح فهمتني واخا. ومن اللي جا هو جا ستيل ديالي زوين ديك المنظر هذاك قال لي جوجو قال لي زعما كرهتش تدخل معنا وكتبنا كلمات اللي غيقدروا يبريزونتيو زعما هذه ديالي هما واحد كيضرب هنا واحد كيضرب هنا وانا قلت زعما عملوا عقلكم مزيان اخويا الاغنيه هذه هي الستوري ديال الاغنيه هي من الاغاني ديال 2021 رضوان من الاغاني ديال 2021 التي ما كانت غير منتظره من ناحيه ديال الستيل ديالها الستيل ديالها الموضوع ديالها غير منتظره واغنيه واعره انت رضوان كيفاش دوزتي 2021 كي دازت عندك انت صراحة مزيان الحمد لله المهم مزيان وتعرف هذا الكورونا خرجت على العالم كامل فيني ظروفها شحال الناس فقدناهم شحال الناس عاجبين عينا مشاو شحال هذه والإنسان خصو يبقى صحيح وصابر وهذه زعما ماشي سهلة هاد العامين هذه كلها ما دادتش سهلة صراحة ولكن الإنسان خصو دائما يبقى بوزيتيف فهمتي لأن حتى حاجة ما نقدروا نديروا لها نبدلوا بها أوف كورس نبدلوا أخلاق ديالنا شوية وكيفاش كنتعامل مع المرض مع هذه ولكن ما نقدروش نهزمو إذا خصو يبقى بوزيتيف لأن داكشي بيد الله كل شتى الأعمار كلها بيد الله فهمتي كانت صعيبة شوية ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله أون جينيرال الحمد لله المهم الإنسان بالصحة ديالو هذه هادشي اللي كاين أخويا وهذا العام هذا الجميع كلشي كيتمنى 2022 كورونا كوفيد أوميكرون دلتا يغبروا يغبروا يشوف علاجهم يغبروا والله إلا عينا عينا أخي عينا يا رب الحمد لله والشكر لله على كل شيء ولكن عينا صراحة ما كانش ترى الحياة ترجع كما كانت شحال هذي وهي ما ترجع 100% شحال هذي ولكن بعد نقربوا لك الشيء اللي كنا نوعا ما هاملينه وما حاسينش بالقيمة ديالو والله ترجع الدنيا كما كانت نوعا ما بحال شحال هذي فهمتي صراحة عينا الخير ان شاء الله ومن المسائل الزوينة اللي وقعت لك انت 2021 هنأتك صيفط لك ميساج غادي نهنئك عليها اخويا انك وليتي في لا تيم فيفا تيم كرياتيف انترتينمنت اكزيكوتيف يس 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 الحمد لله هذه حاجه اذا ما انا فرحان بها بزاف الحمد لله وهذا من فضل ربي صراحه نتمنى لان الله هو اللي كيصاوب المسائل كامل انا كنسببو والله كيكملش هادشي اللي كاين اخويا هذه واحد الحاجه اللي هي تاريخيه بالنسبه لي لي وبالنسبه للمغرب بصفه عامه والمغاربه كاملين بينا فهمتيني هذا انا فرحان بزاف وفي نفس الوقت راه ريسبونسابل وعارف انا شنو هي الماغنيتود ديال هذا ريسبونسابيل هذا عارف شنو كاين وان شاء الله اللي يخيبنا ونعملوا شي مسائل اللي تبقى في التاريخ ونزيدوا نحمروا الرايه ان شاء الله اخويا شنو معناتها رضوان شنو معناتها كرياتيف انترتينمنت اكزيكوتيف واي حاجه عندها علاقه بالانترتينمنت اللي غادي ميلونجيو الفوتبول على الفوتبول هو انترتينمنت ولكن ماشي ما شويه نقول لك مثلا الامريكان هربوا على اوروبا شويه هو سبور دخلوا معه الموسيقى ورجعت شي حاجه كالتشرال موفمنت رجع مع بعضه فهمتيني ماشي ان السبور بوحده والموسيقى بوحده والفن بوحده وكل شيء دخل مع بعضه الستار كله مع بعضهم ومثلا السوبر بول انت كتشوف السوبر بول العالم كيفاش تصور السوبر بول كيما كيسيمو لي بوسيبيليتي كامل اللي عندهم بالانترتينمنت مع بعضهم وهي الحاجه اللي شويه ناقصه في الفيفا دابا وكيحاولوا يجبروا الحلول وكنظن بلا خيبنا جبروا حلول كبيره اللي تقدم بهذا فهمتي هذا الشيء اللي في الفيفا ديجا الله يكبر بالخير اخويا الله يكبر بالخير اخويا راك قد بها راك قد بها من بعيد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي من بعيد اخويا زعما انا عندي بيرسيل عندي افكار وعندي هذه وان شاء الله اللي اخي بنا ونتمنى تتمتع عجبكم داكشي اللي المسائل الجديده غتبان في العام الكره تعجبكم ان شاء الله ان شاء الله اخويا سنة سعيدة رضوان بالصحة والسلامة وسلم العائلة وسلم الجميع اخويا سلم الجميع انت حبيبي ديالي وديما ديما كنفرح نسمع الصوت ديالك حتى انا اخويا تبارك لك حتى انا الحبيب تهلا في راسك اخويا شكرا لك بون اني هابي نيو يير حبيبي هابي 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 نيو يير ثانك يو حبيبي هابي 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 نيو يير الله يحفظك الغزال قول البنات رقم 26 رضوان محمد رمضان نعمان بالعياشي دابا على اذاعة إيت راديو قول البنات